معكم انا بنت هذا السيد هذا اللي عنده سرطان ديال الجلد اللي هو خارج لي على برا، وهذه مده ديال عام دابا ولا عام ونص، وهو متبع في السبيطار ديال المخزن في ميريزكو، ولحد الان دابا ما شخصوش لنا حتى المرض ديالو شنو هو، غير الناس اللي شايفين التصاور ديالو، وهذا اللي كيتساعدوا معانا باش كنتعاونوا معاه بحال هكا باش كنشريو ليه هاد المواد ديال التنظيف وبالحوايج، وهذا باش كيبدل الحنت كدوز ليه بزاف بالماء، خاصو على الاقل خاصو يبقى يبدل الحوايج ثلاثه المرات اربعه المرات في النهار. وحنا دابا راه غاديين معاه، باقي معاهم في ميريز قول الان، بقي كيعطيوه راديوات سكانيرات كلشي كنديروه، يعني كنديروهم بالفلوس، ما كنبقاوش حتى نتسناو داك الرونديفو اللي كيعطيوهم هما، وباقي الان ما دايرين معاه والو لحد الان. كنمشيو كنشوفو البروفيسور لدرجه انه كيقول لنا ما تبقاوش تجيبوه هو كاع، يعني حنا بغينا شي واحد اللي هو المرض ديالو راه مشخص ديناه، قال لك عنده سرطان ديال الجلد، حنا بغينا شي واحد اللي باش غير على الاقل يكرط ليه هذا الشيء ويحيدو ليه، حيت راه مكرفسو بزاف والريحه يعني واحد الحاله اللي ما تقدرش تستحملها. حنا بغينا غير شي واحد اللي يتعاون معاه، وهذا غير باش يحيدو ليه غير هذا الشيء، وبقى ديك الساعه متبع الا كان شي حاجه اخرى. دينا في الاول درنا ليه واحد التحليله قال لك عنده ورم، ولكن ورم ماشي خبيث، وبقات مع دوك الرونديفوات اللي كيعطيونا وهذا من شهر 3 حتى لشهر 9 هذا، وكنتسناو اخر ثاني سكانر درناه ليه غير نهار الجمعه، قال لك لا عنده سرطان، عنده سرطان ديال الجلد، يعني تكون ليه السرطان مع داك الاهمال وداك الشيء صافي تكون ليه السرطان. دابا ما كاينش، بغينا غير شي حل، بغيناهم يديروا معنا شي حل. اخر مره شافوا الطبيب قال لك العمليه ديالو خطيره بزاف، قال لك صعيبه، يعني يقدروا نقيسوا فيه الطرطق ليه هذا الشيء في الدات ديالو كامله، وحنا دابا ما عرفناش شنو كاين. كنتمنوا من شي واحد اللي على الاقل اللي يعاونوا نديو غير عند شي واحد اللي هو بريفي اللي غادي يقدر يتكلف بيه. الجمعه دينا عند واحد البروفيسور غير خلصنا فيزيته ودخلناه، وقال لك عنده على الاقل عنده شي 10 العمليات، وملي سولنا على الثمن قال لك كطلب شي 15 مليون اللي كطلب، هذا غير هو ماشي هو اللي غادي يديرها، غير هو اللي شاف الحاله ديالو هذا صيفطنا عند واحد الطبيب اخر، قال لك هو في كلينيك وكيدير هذه العمليات، وملي سولنا على الثمن قال لك راه هذا هو الماكسيمو ديال الثمن اللي كطلب هو هذا، حيت قال لك عنده شي 10 العمليات فيها خاصهم يكرطوها ويديروا لها التجميل وهذا باش يتبع الحصص. صافي جبناه دابا جلسنا حنا دابا باقيين كنتسناو في ميريز واش غايديروا معانا، ماشي في الاستطاعه ديالنا حنا داك الثمن اللي قالوا لينا ماشي في الاستطاعه ديالنا. هو دابا راه ما معاه حتى شي واحد، مع الوالده ديالي وخويا صغير راه كان كيقرا، دابا راه انقطع كاع ما بقاش كيقرا، حنا بناتو حنا بعاد عليه، حنا غير كنجيو كنطلع عليه، هو ملي مرض بحال ملي جلس من الخدمه وهذا ما بقاش كيدوي بزاف، ما هو اصلا السمع كان عنده ثقيل وما بقاش كاع كيسمع، دابا مع هاد الودن تسدت ليه، ودابا وكنلقاو معاه مشكله غير بغينا نبدلو ليه ولا بغينا نقولو ليه نو دواش ولا هذا، كيقول لك صافي انايا مع ديك الريحه وهذا، ولا بحال كيجي راسو ولا مابقاش كيستحمل يجلس مع الناس، و كيقول لك دابا مع فيا الريحه ولينا حنا بنات، ولا جينا عنده كيقول لك ما تجيوش عندي راه الريحه غدار لكم ولادكم، راه يعني حنا بغينا شي حل وصافي، كنتمناو من شي واحد يشوفو ويتعاون معاه. هذا الشيء اللي حنا ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير هذا السيد واخا غير يتنقى شي غير تكرط ليه هاد الشيء، وحنا ديك الساعه نتبعوا ليه، مازال لا كانت شي حاجه اخرى نتبعوها ليه. هذا ما كنطلب منكم، شدوا دينا توصلت لينا واحد السيده ديناه حتى للرباط الرازي ديال الراس وما شدوش لينا والو، قال لك ما محسوبش لينا على هنا، ديروا ليه واحد التحليله، وحنا ديجا دايرين ليه ديك التحليله، عاودنا درناها ليه تما، عطاونا حتى هما صيفطوا لينا البارح سميتو ديالها، قال لك حتى هو عنده سرطان، قال لك عنده سرطان ديال الجلد والعمليه ديالو قال لك صعيبه العمليه ديالو، حيت جاتو شاد ليه حفره ليه لداخل، في الاول ما كانتش حفره، دابا مع هاد المده حفرت ليه في العروق، واش غنقول لك هادشي اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا بغينا غير تكرط هادشي، حيت هو اللي جامع ليه هاد الريحه، وراك كتشوف